المنحنيات، صلى الله يشفع فيك، صلى الله عليه وسلم. في منحنى بلاقيه كده، وفي منحنى بلاقيه كده، ده بتاع ايه وده بتاع ايه؟ يعني ليه منحني وده ليه يعني ده تلاقيه كده، او ممكن برضو تلاقيه كده. الفكرة ان هو منحني وده مستقيم، واخد بالك ازاي؟ عفوا، المنحني ده بيكون في علامة القسمة والضرب، المستقيم بيكون في علامة الجمع والطرح. مش فاهم حاجة. على سبيل المثال، انا لو عندي قاعدة بتقول ألف بيساوي ب في جيم، انا لما اعمل علاقة بين ألف وجيم هلاقي بينهم العلاقة طردية. يبقى انا لما اعمل بينهم علاقة، العلاقة الطردية بتاعتهم اهي بتمثل بالعلاقة، لان العلاقة دي طبعا، يعني انا بشرح لك العلاقة الطردية، المنحنى والمستقيم طردية. يعني ايه؟ يعني يزيد يزيد يقل يقل، هو اللي يزيد يزيد ويقل يقل يقل. يعني لو العامل اللي انا بوقف عليه ده زاد هيزودني معاه، قل هيقللني معاه. انا جيت في العلاقة الطردية اللي هي بتساوي ألف بتساوي ألف بتساوي ب ج، ما هو ألف مع ب علاقة تجمعهم مع بعض، علاقة طردية. جميل كده، جميل، اللهم صل على النبي. طب إذا أنا لما أعملهم علاقة طردية وهم في موضع ضرب، هعملهم إزاي؟ هعملهم بالمنحنى ده. طب لو جينا في قاعدة تانية بتقول لك ألف بتساوي ب زائد ج، العلاقة بينهم بين ألف وج علاقة جمع، واخد بالك ازاي؟ همثلهم بالعلاقه دي. طب انا ازاي بعرف جمع ولا طرح؟ ما هو دي الف ودي ب، كل واحده في حته لوحدها. اقصد يعني القيمه اللي بحقق منها الف بتيجي من ايه؟ عندي علامه ضرب. القيمه اللي بحقق بها علامه الف هنا بتيجي من ايه؟ عندي علامه جمع. ماشي، يبقى انا المح، شفت علامه جمع او طرح في البتاع، يبقى انا هستخدم المستقيم. شفت علامه ضرب او اسمه، هستخدم المنحني. بس كده، بس كده يا ريس. طب ماذا عن العلاقه العكسيه؟ العلاقه العكسيه اللي هي بتبقى عامله ازاي؟ هي بتبقى عامله كده بس، ملهاش حاجه تانية غير كده، او خط مستقيم. امتى؟ انا قلت لك اي حاجه منحنيه يبقى انا عندي اسمه او ضرب، اي حاجه مستقيمه يبقى انا عندي جمع او طرح. ماشي ماشي. طب اذا انا اقول لي حاجه بتميل للعلاقه دي، الف بتساوي ب على ج، العلاقه بين الف وج علاقه عكسيه. اذا امثلهم مع بعض ازاي؟ العلاقه بينهم ايه؟ انا لمحت علامه اسم، ما يهمنيش بقى، وانا مش فاهم هم ضرب ولا اسم ولا ايه. ما انا، ما واحد يقول لي ايه، طب ما انا اهي يلا ورينا العلاقه بين الف وج. واحد يقول لي طب ما هي ب بتساوي الف ج، طب ما الف على ب بتساوي ج. ما مش عايزين نتنطط مع بعض ونعمل بتاع بقى كبير. احنا بنشوف العلاقه بين الف وج ايه واحطها على منحنى. طب معلش تاني يا استاذ، بس انا انسان معقد، وانا عايز اعرف، انا عايز احط الف هنا وج هنا، واشرح لي. بص، المحور الصدي بيتحط لوحده في ضف، يعني دي بديهيات المفروض انت تكون عارفها. الف بتساوي ب على ج، انا عايز الف على المحور الصادي بالمقارنه مع ج. والله انا الف وج هنا في المقام، يبقى العلاقه بينهم علاقه عكسيه. طب انا الف بتساوي ج على ب، العلاقه بين الف وج ايه؟ ده في البسط وده في البسط، يبقى العلاقه بينهم علاقه طرديه. انتوا عايزين حاجه اسمها تحديد العلاقات، كانت اللي اسمها الاطراد، كانت في سنه في رياضه تانية ثانوي، هقول لك عليها. يعني المفروض كنت انت تكون عارفها يعني، بس انا يعني هبوضحها لك. تمام، فجينا على الف بتساوي ب زائد ج. الشرح ده للناس اللي بتفهم تميز عكسيه وطرديه بس ما بتعرفش على المنحنى. ماشي، ادي الف، لمحت علامه جمع اهو، لا عفوا، هنا كده لمحت علامة طرح. يبقى إذا العلاقة بين ألف وجيم علاقة عكسية. طب أنا عايز أخدها بالبلدي يا أستاذ، لو ثبتنا العامل ب فلو زاد جيم هيقل ألف، يعني 3 بتساوي 10 ناقص 7. طب لو شلنا السبعة دي وخليناها 6، قللناها، دي هتبقى 4، يبقى دي زادت. فهمت ازاي؟ فهمت العلاقة ازاي؟ طب ازاي احدد العلاقة عكسية ولا طردية؟ لتحديد العلاقة الطردية الأول، هنا هيبقى عندنا هنا اسم وضرب، وهنا عندنا جمع وطرح. اسم وضرب، أما تلاقي على سبيل المثال أنا هحدد العلاقة بين ألف وب في كل الحالات، ألف بتساوي ب على ج، هما الاتنين بسط، يبقى اذا العلاقه بتاعتهم علاقه طرديه، بس هما الاتنين بسط بينهم علامه يساوي، يعني ده في الناحيه التانيه. ماشي، طب لو واحد بسط والتاني مقام بس في نفس الناحية، يعني كده هي دي نفس، هي دي، فاهم ازاي؟ هي دي العلاقة الطردية. طب امتى العلاقة الطردية في ألف وب؟ هما الاتنين نفس العلام، ألف بتساوي سالب جيم زائد ب. والله الاتنين هما نفس العلامة فعلا، مع بعض، فاهم ازاي؟
او عكس بعض، يعني عكس العلامة بس في ضفة واحدة. وصلك؟ هي دي الفكرة اللي فيه. طب نفس العلامة، يعني ممكن سالب ألف بيساوي جيم ناقص ب. اه والله نفس العلامة، يبقى العلاقة طردية. أو مش عك... أو العلامات معكوسة بس هما في ضفتين مختلفتين. هو ده بالظبط ازاي تحدد العلاقة الطردية في الحالتين دول، والعكسية بيبقى عكس بقى. تمام كده، وضحت لك الدنيا بالتفصيل، يا ريت تكون فهمت. تمام.